ملايين، عطائهم فن ماله مثيل، بيسعدوا جيل وجيل ورا جيل. كنوزهم عايشة جوانا في أفلامهم في أدوارهم، نشوفها نقول والله ده فن أصيل. نانة الكبيرة نادية لطفي. حاول أن تتأمل معي ملامح شخصية الفنانة نادية لطفي، الفنانة والإنسانة. حاول وسوف تأخذك المحاولة إلى دنيا ملونة، كل ما فيها يفرح القلب وينعش العقل، وعندئذ سوف تدرك محور شخصيتها، الوعي الشديد لكل ما يدور في داخلها أو حولها. هي هكذا ودائما في حالة وعي يقظ بكل ما تقوله أو تفعله. هي عندي نقطة بداية لنشأ الوعي لوظيفة فنانة السينما، بغض النظر عن حجم دورها وشروط المنتجين والمخرجين. الغريب أنها قد بلغت هذه المرتبة ولم يكن في جدول العمر عندها أن تكون ممثلة، فلم تدرس الفن ولم تسعى إلى عالمه، بل دخلته بالصدفة نتيجة لصداقة أسرتها مع أسرة الفنان المخرج يوسف شاهين. ولكن رب صدفة خير من ألف ميعاد. وعندما دخلت دنيا السينما بهدوء شديد، حررت طاقة الوعي في داخلها وحسبت وقدرت كل ما عرض عليها واختارت ما يوافق رؤيتها، وأصبحت ومنذ البداية نادية لطفي. الفنانة المتسلحة بوعي يقظ نشيط كان هو نفسه أساس دنياها الملونة التي يفرح كل ما فيها القلب وينعش العقل. بالوعي خرجت نادية لطفي ومنذ ظهورها سنة 57 على كل قواعد لعبة صناعة السينما وصناعة النجوم، لعبة معروفة هنا وفي الخارج يتحكم فيها المنتجون وشركات التسويق، لعبة تفرد ومنذ البداية ولكل فنان شكلا ونمطا معينا، لعبة يرتدي كل ممثل فيها قناعا معروفا، هذا طيب والآخر شرير، هذا مخلص والآخر خائن، هذا رحيم والآخر قاسي القلب والشعور. وبوعي شديد أدركت نادية لطفي خطأ هذه اللعبة وخطورتها، فهذه النظرة إلى الإنسان لا ترى فيه غير جزئية من جزئياته، بينما الإنسان الحقيقي تركيبة من كل هذه العناصر، من الشر والخير، من الروح والجسد، ويبقى تعامل الإنسان مع مواقف الحياة ليبرز جانبا على آخر. كانت رؤية نادية لطفي هذه جديدة تماما على الوسط السينمائي وعلى حسابات المكسب والخسارة في دفاتره، وتمسكت برؤيتها الواعية منذ البداية وحتى آخر أفلامها، بصرف النظر عن حجم الدور أو اسم المخرج أو طلبات المنتجين. لذلك قلت ومنذ البداية إن نادية لطفي تملك يقظة واعية، أو وعيا يقظا عاد عليها بكل الاحترام. نموذج المرأة في السينما ما قبل نادية لطفي كانت تحكمه هذه الثنائية، ثنائية الخير والشر أو الروح والجسد، ثنائية ترفضها وتصر على رفضها. وجاء أول أدوارها سنة 57 في فيلم سلطان للمخرج نيازي مصطفى، هروب صريح من هذه الثنائية.
فتاة خطيبة لضابط يجندها للإيقاع بمجرم كبير، وهذا في رأيه ورأي المجتمع هدفه خير. وعندما تقوم بخداع المجرم وإيقاعه في حبها تشعر وتدرك أنها تفعل الشر، ويدب الصراع في داخلها بين الخير والشر، وتجسد هذا الصراع الداخلي بين الظاهر والباطن في مشهد انهيارها وبكائها أمام المجرم العتيد سلطان. هكذا وببساطة وبدون شعارات أو تصريحات قالت نادية لطفي ما تريد أن تقوله من خلال هذا المشهد. تقول: أسعى إلى الخير بإيقاع المجرم، لكن ما أفعله شر حين أخون ثقته بي. ولفتت إليها كل الأنظار ومنذ البداية. بوعي شديد لم تتنازل نادية لطفي عن رؤيتها الإنسانية للفنان، فالفنان عندها وقبل أن يكون فنانا إنسان له ملامح الملاك والشيطان، المتصوف والزنديق. أكدت هذا في 55 فيلم بعد فيلم سلطان، حتى جاء الفيلم رقم 56 في حياتها ليكون مفاجأة لكل صناع السينما في العالم العربي. فيلم لم يزد دورها فيه عن 5 دقائق فقط، ولم تنطق فيه بكلمة واحدة تقريبا. كان هذا هو فيلم المومياء للمخرج الراحل شادي عبد السلام سنة 75. قامت فيه بدور زينة التي وضعها أحد القوادين المخربين مع فتاة أخرى لتغري ونيس، فتى قبيلة الحويطات، ليساعد لصوص الآثار من الأجانب ليسرق المزيد. وكالعادة فجر شادي عبد السلام كل طاقة العناد والوعي في داخلها، ومشى بها عكس الاتجاه في فيلم سلطان، فقد كان المفروض من دورها أنها فتاة رخيصة الثمن شريرة القصد، لكنها تحولت عن هذا الطريق ودفعت بالفتى ونيس للحرص على آثار بلاده، بعد أن أدركت أنه لا فرق بين أن يكون نابش قبور الأجداد مصري أو أجنبي، فالأمر في تلك الحالتين سرقة ينبغي الابتعاد عنها ومقاومتها. دورها 5 دقائق فقط، لم تنطق كلمة واحدة بلسانها. قالت بتحركات جسدها وغمزات عينيها وهمسات يديها ما يقال في أيام طويلة. بوعي شديد اليقظة تكرر هذا الفهم للأدوار وهذا الأداء الذي يجمع بين البراءة والسقوط، الشقاوة والجدية، متطلبات الروح وحاجات الجسد في كل أفلامها تقريبا، مما يجعل متابعتها تفصيلا إسراف لا مبرر له. لكن يلفت النظر في دنياها الملونة فيلمين أدت فيهما دورا جديدا على السينما المصرية تماما. دور الفتاة المسيحية الحبيبة لفتى قد يكون مسيحيا أو مسلما. الفيلم الأول هو عمالقة البحار سنة 60 للمخرج السيد بدير، دور خطيبة البطل السوري جول جمال شهيد البحرية في حرب 56. ولا يسقط من الذاكرة أبدا المشهد الذي ركعت فيه داخل الكنيسة وأمام صورة العذراء تدعو كي يعود الحبيب. كانت دموعها في هذا المشهد أبلغ من كل الكلمات. والفيلم الثاني هو رائعة يوسف شاهين الناصر صلاح الدين سنة 63 في دور أوليفيا التي جاءت برفقة الصليبيين وأحبت المسيحي العربي عيسى العوام. ولا يغيب عن الذاكرة أيضا مشاهدها وهي تعبر مدينة بيت المقدس وأجراس كنائسها تدق، ويودع المسلمون أصدقاءهم ومعارفهم من الصليبيين. نادية لطفي في عمالقة البحار والناصر صلاح الدين تؤكد في وعي معروف عنها أن الإنسان مخلوق غاية في التعقيد والتركيب، قد يحب من يخالفه دينا ووطنا ويعطي ظهره لكل قوى الشر والدمار. نفس النغمة التي عزفتها في القائمة الطويلة من أفلامها في عناد وإصرار لتحطيم كل الأقنعة التي وضعها صناع السينما
على وجوه الممثلات. بوعي شديد اليقظة قبلت نادية لطفي أدوارا تعلم ومنذ البداية أنها أدوار مكروهة ومنفرة ولا يقبلها الجمهور بسهولة. كانت حريصة في أدائها لهذه الأدوار أن لا تجعل من العاهرة مثلا يحتذى به أو تقلده الأخريات. هكذا كانت في أفلام السمان والخريف سنة 67 للمخرج حسام الدين مصطفى، وقصر الشوق سنة 67 للمخرج حسن الإمام، وأبي فوق الشجرة سنة 69 إخراج حسين كمال. في هذه الأفلام وفي غيرها بعثت رسالة غير مكتوبة لكل بنات مصر، إلى كل من يهمه الأمر، رسالة تقول هيا ابتعدوا وبسرعة عن هذا الطريق، فمن يدخل إليه سوف يحترق كما تحترق الفراشات الجميلة في أتون نار ملونة. وعي شديد اليقظة وبعيدا عن شاشة السينما، ترجمت الفنانة نادية لطفي رؤيتها لما يدور حولها أو في داخلها في أفكار ومشروعات لها ملامح سياسية. في سنة 67 شاركت في لجنة الفن في خدمة المعركة، وفي سنة 73 تكررت زيارتها للمقاتلين على خطوط القتال، وفي سنة 82 ذهبت إلى لبنان محتجة صارخة على الغزو الإسرائيلي للبنان، وفي سنة 63 كانت من أوائل من دعوا إلى تأمين حياة الفنانين بمعاشات مناسبة. كل هذا وغيره قليل من كثير. كانت هذه محاولة مجرد محاولة نرى فيها بعيون طائر محلق بعض ملامح شخصية نادية لطفي، نجول في دنياها الملونة في رشاقة وسرعة الفراشات، لنعرف حين نقترب من رصيدها الفني في 30 سنة أن كل ما في دنياها يفرح القلب ويناعش العقل ويعظم رسالة الفن والفنان.